نظمت وزارة الصحة قافلة طبية مجانية بإحدى مناطق مركز ومدينة التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وقامت القافلة الطبية بالكشف على 600 مواطن، وذلك ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجا لتحسين مستوى الخدمة الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. القافلة الطبية تضمنت 10 تخصصات طبية ومعملا للدم وصيدلية، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل. وقد عقدت ندوات توعية للمواطنين حول أمراض الشتاء وطرق الوقاية. قافلة اليوم بتخدم أهالي تل الكبير بمركز شباب البعلوة الكبرى، تحتوي على معظم التخصصات الطبية: البطنة، الجراحة، الأنف والأذن، الجلدية، الرمد، العظام، الأطفال، بجانب معمل دم ومعمل طفيليات بوجود جهاز من الأشعة وأخصائي عظام، بجانب صيدلية تحتوي على 90 صنف من العلاج الصرف بالمجان، ويتم إحالات الحالات التي تحتاج إلى تدخلات جراحية أو تخصصات أخرى للمجمع الطبي.